السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في سؤال بيسأل حوالين ايه البرامج اللي تبع اوتوديسك واللي بتشتغل على الابل ماكنتوش. اغلب البرامج بتشتغل على الويندوز لان هو ده يعني المنتشر عند الناس، بس في انظمة تشغيل تانية زي لينكس زي ابل ماكنتوش، في بعض البرامج بتشتغل عليهم في بعض البرامج بتشتغلش. طيب البرامج اللي بتشتغل وبدون اي مشاكل خالص الاوتوكاد والاوتوكاد ال تي، وطبعا ايه برامج بقى اوتوكاد اركتكشر، اوتوكاد ماب 3 دي، اوتوكاد ام اي بي، اوتوكاد الكتريكال ميكانيكال بلان 3 دي، اي حاجه تبع الاوتوكاد فبتشتغل بدون اي مشاكل على ابل ماكنتوش. ومفروض انها تقريبا النسخه على الجهاز الواحد في السنه الواحده ب 1288 دولار، والفيوجن 360 وايجل ومايا وبيم 360. طبعا بيم 360 اللي هو بيسطب الحاجات الاونلاين طبعا ما بتفرقش معايا. فالابلكيشن شغال على الاي او اس والاونلاين كلاود سيرفرز، عندك السكتش بوك، عندك تنكر كاد، ال 8360، الفورج، الفورمت، الاوتوكاد موبايل ابلكيشن، دول برضو بيشتغلوا على الحاجات الاونلاين. طيب بقية الحاجات مثلا عندنا الانفنتور والريفت والبرامج التانية بنضطر ان احنا نشغل برنامج بسيط لان البرامج دي مش معمولة انها تشتغل على لبن وكتوش. فلما بنعمل حاجة اسمها جهاز وهمي زي الاسطوانة الوهمية دي اللي احنا بنستخدمها، بيبقى جهاز وهمي زي السطر على ويندوز، او في بعض البرامج زي بوت كامب بتساعدك ان انت تشغل البرامج بتاعت الويندوز، في برر الديسكتوب، في الفيرشوال بوكس ده بتسطب جهاز يعني نظام تشغيل تاني الويندوز في قلب الابل ماكنتوش، وفي البوت كامب، وفي الواي امبيتر، وفي كروس اوفر. كل الحاجات دي بتقدر تشغل من خلالها الويندوز بس ما بتبقاش بنفس الاداء. ليه؟ لان بيبقى في زي حاجه بسيطه فلو انت شغال على ويندوز اصلي بيبقى اسرع بكتير لما تكون عامل حاجة وهمية او عامل وسيط او في حاجة في النص لان بتعدي من خلالها. يعني على سبيل المثال لو انت مسطب برنامج يشغل لك برامج الويندوز على الماكنتوش بتعدي فبتبقى بطيئة شوية.